المكتب الوطني للمطارات وضع بهذا الخصوص مخططا محكما يتضمن عدة نقاط نستعرضها في الروبورتاج على الفتاح مومن من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. التباعد الجسدي محور أساسي في مخطط تدبير مخاطر وحماية المسافرين والمستخدمين في مختلف مراحل ولوج المطار. توفير مواد التعقيم والكمامات والوقوف الطولي المتتالي والمتباعد بين نقاط التسجيل ومختلف مراحل المراقبة تبقى أهم محاور مخطط افتتاح أنشطة مطار محمد الخامس من جديد. فيما يخص تنظيف مرافق المطار فكاين هناك ثلاثة شركات متخصصة كتقوم بالتنظيف متداوم ديال جميع مرافق المطار، كتقوم كذلك بعملية التعقيم بحيث أن ما يلمسه المسافرون وما يلمسه مستخدمي المطارات فهو يتم تعقيمه، وكذلك المصاعد، المدرجات، السلاليم، الكراسي. وبخصوص التدابير اليقظة الوبائية ستعمل كاميرات حرارية متناهية الدقة على قياس حرارة المسافرين حيث تم تثبيت عدد منها خصوصا في مناطق الإنزال الدولية والوطنية والعابرة لاكتشاف حالات محتملة. المطار عنده اقتنى كاميرات جد متطورة فهي كانت قابلة باش تدير تشخيص 15 فرد في آن واحد بحيث عندها واحد ان شون دو فيزيون كبير. هذا وقد وضع المكتب مسارات خاصة لإجلاء الحالات المشتبه في إصابتها وأعد نقاطا للعزل الصحي سواء عند المغادرة أو عند الوصول بتنسيق مع وزارة الصحة، كما خصص مسارات لإنزال الرحلات الجوية المشتبه في إصابة أحد أفرادها بهذا الوباء.